السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. تحية طيبة لكل أصدقاء ومتابعي قناة دقائق صحية. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نستعرض مشكلة هامة من مشاكل الصحة العامة، وهي مشكلة الكزاز أو مرض تشنج العضلات أو التيتانوس. فإلى البداية، بسم الله الرحمن الرحيم. الكزاز أو لوكجي هو أحد الأمراض البكتيرية الخطيرة وغير معدية، لأنها لا تنتقل من شخص إلى آخر وتصيب الجهاز العصبي، مسببة تقلصات حادة في العضلات بسبب الإكسوتوكسين أو السم الذي تفرزه هذا النوع من الجراثيم أو من البكتيريا. وهذا المرض كما قلنا يشكل مشكلة صحية للصحة العامة في كثير من أنحاء العالم، وخصوصا في البلدان أو المناطق المنخفضة الدخل التي يكون فيها نسبة التحصين قليلة والممارسات الغير صحية أثناء الولادة أيضا كثيرة. يسمى التيتانوس الذي يحدث أثناء الحمل أو في خلال 6 أسابيع من نهاية الحمل بتيتانوس الأمهات أو ماترنال تيتانوس، والتيتانوس الذي يحدث خلال الأيام 28 الأولى من العمر يسمى بالتيتانوس الوليدي أو الكزاز الوليدي. تؤدي عدوى الكزاز إلى تشنج حاد في العضلات وقصور حاد في التنفس، وإذا لم يتم معالجتها والقضاء على السم الذي تفرزه هذه البكتيريا يؤدي إلى الوفاة في نهاية المطاف. ويحدث عندما يتم استخدام أدوات غير معقمة في قطع الحبل السري، أو عندما تستعمل مواد ملوثة في تغطية السرة عند الولادة. بريفالنس انتشار المرض وورد وايد في جميع أنحاء العالم All Ages and Sexes، يصيب جميع الأجناس وجميع الأعمار، ومعدل الإماتة الفاتاليتي ريت لهذا المرض يتراوح من 35 إلى 70%. في عام 2008 حوالي 59 ألف مولود جديد في العالم ماتوا نتيجة لهذا المرض، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يصاب ما بين 50 إلى 100 شخص، وخصوصا الناس الذين لم يأخذوا اللقاح. في عام 1988 حدثت 787 ألف وفاة بين الرضع حديثي الولادة في العالم نتيجة إصابتهم بالتيتانوس خلال الشهر الأول من العمر، وفي العام 2015 توفى حوالي 34 ألف رضيع نتيجة لهذا المرض. في عام 2016 انتشر اللقاح بنسبة 86% وغطى أجزاء كبيرة من العالم بشكل جرعات 3، مما أدى إلى انخفاض نسبة المرض. العامل المسبب الكوزيتيف ايجنت هو عبارة عن السم التوكسويد الذي تقوم بإفرازه بكتيريا من النوع المطفية الكزازية، والتي تدعى الكولستريديم تيتاني من عائلة الكولستريديا. العائلة الخازن الريزيرفير هي أمعاء الحيوان والإنسان، لأن هذه البكتيريا تعيش في أمعاء الحيوان وخصوصا الحصان والإنسان. العائلة الوسيط الانترميديت هوست هي التربة والغبار والسماد الحيواني. انكيبيشن بيريود فترة الحضانة من أول ما تدخل هذه البكتيريا إلى جسم الإنسان إلى أن تظهر عليه الأعراض تتراوح من 3 إلى 21 يوما، وفي المتوسط 10 إلى 14 يوما. طرق الانتقال modes of transmission عن طريق تلوث الجروح بالجراثيم المحمولة بداخل الأبواغ عندما يكون هناك جرح. تلوث هذا الجلد بالغبار أو بالأسطح الملوثة أو بالأسطح بالمعادن الحديدية الملوثة أو التي عليها صدى وعليها هذه الأسبور أو هذه الأبواغ من البكتيريا، يؤدي إلى التهاب الجرح، وبالتالي يحصل تقلصات مؤلمة في العضلات وتقلصات في الحنك والفك وتشنجات. إلا أن هذا المرض لا ينتقل من شخص إلى آخر، إنما يؤثر على الشخص نفسه، ولكن إذا كانت هذه التلوثات موجودة فسوف يصيب جميع الناس على السواء. عوامل خطورة المرض. الناس الأكثر عرضة لهذا المرض، هذا المرض يصيب جميع الأعمار كما قلنا وجميع الأجناس على حد سواء دون تمييز. من لم يتلقى لقاح الكزاز فهو أكثر عرضة، كما قلنا أن الأبواغ هذه أو السبورز موجودة في كل مكان في البيئة، وخصوصا في التربة والرماد والمسالك المعوية للحيوان والبراز وعلى سطح الجلد والأدوات التي يعلوها الصدى مثل المسامير والإبر والأسلاك الشائكة، فيمكن لهذه البكتيريا البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة خارج الجسم، وهذا مما يزيد الخطورة. أيضا الإصابة بجروح معرضة للتلوث بالتراب أو الأسمدة يكون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، ودخول جسم غريب في الجرح مثل مسمار أو شظية حديدية أيضا يمكن أن تكون عبارة عن عامل خطورة لهذا المرض. وجود تاريخ مرضي من الإصابة بأمراض نقص المناعة
أيضا يكون الشخص عرضة للإصابة. تلوث الحبل السري في حالة عدم تلقي الأم لجرعات اللقاح بالكامل وتشارك الإبر واستعمال إبر غير معقم. أيضا التربة وأوراق الأشجار والأوراق والدست الغبار المتواجد على الأوراق الأشجار والنباتات حتى في داخل المنازل يشكل خطورة للتعرض لهذا المرض. والسبورز لها قدرة كبيرة على تحمل درجات الحرارة ومعظم المطهرات، وبالتالي فإنها تبقى على قيد الحياة لسنوات، وهذا ما يشكل خطورة عالية. لا يكتسب المرء مناعة دائمة بعد شفائه من المرض، ويمكن أن يصاب أكثر من مرة، وهذا مما يزيد الخطورة. عدم نظافة أيدي الأشخاص الذين يقومون بعمليات الولادة أو السطح الذي تجرى عليه الولادة غير نظيف أيضا عامل من عوامل الخطورة. وجود تقرح كبير في الجلد أيضا عامل من عوامل الخطورة. ووجود نسيج متهتك ومتنخر أيضا في جسم الإنسان يشكل عامل خطورة للإصابة بهذه العدوى. سيمتومز الأعراض بعد الولادة: عدم قدرة الرضيع على الرضاعة الطبيعية وفرط البكاء نتيجة تشنج عضلات الفكين، صعوبة في البلع وصعوبة في التنفس، تيبس عضلات البطن، تشنج العضلات وخاصة في الظهر والصدر والأطراف، والصداع والحمى والعرق وحدوث تغيرات في ضغط الدم. وهذا من ضمن المضاعفات هو ارتفاع ضغط الدم وانخفاض ضغط الدم وعدم انتظام ضغط الدم وسرعة ضربات القلب والحمى والتعرق الشديد. أيضا من المضاعفات مشكلات التنفس كما قلنا، وتضيق الأحبال الصوتية، وتصلب العضلات في الرقبة والبطن، والتشنج العام، وكسورا في العمود الفقري وكسور أيضا في العظام الأخرى في الجسم، والوفاة وبسبب انسداد ممر الهواء أو تلف الأعصاب التي تنظم التنفس أو أي تلف لأعضاء من الجسم الأخرى، أيضا تلف لخلايا الدماغ، أيضا تلف في وقصور في الكلية. تشخيص والعلاج: أخذ عينة بهدف إجراء زراعة لعزل هذه البكتيريا والتعرف عليها، لكن قد تكون النتائج غير دقيقة بسبب تشابه كثير من هذه الجراثيم، وبالتالي فالعلاج يكون بمضادات السموم أنتيتوكسين أو توكسويد أو الأميونوغلوبولين البشري، الذي يكون هو عبارة نوع من أنواع الباس إيمونيزيشن لإعطاء مضادات حيوية ضد هذا توكسين أو ضد هذا سم الذيفان أو السم. المضادات الحيوية لقتل البكتيريا وأشهرها البنسلين والتتراسيكلين، وأدوية أيضا لتنظيم نشاط العضلات الإرادية وضربات القلب والتنفس، واستخدام المهدئات. العناية بالمريض: تنظيف الجرح لإزالة الأتربة والأوساخ المتراكمة والأجسام الغريبة التي يمكن أن توفر مأوى للبكتيريا. العلاج بمضادات السموم الأنتيتوكسين، المهدئات التي تقلل وتبطئ من الجهاز العصبي وتساعد على السيطرة على التشنجات. أيضا من العناية بالمريض التطعيم بأخذ لقاحات الكزاز العادية يقوي جهاز المناعة. المضادات الحيوية التي تعطى عن طريق الفم أو الحقن يمكن أن تكافح وتقضي على هذه البكتيريا، والأدوية الأخرى التي تكون عبارة عن مهدئات ومسكنات. طلب عدوى الكزاز رعاية داعمة طارئة وطويلة الأجل حتى يتشافى الإنسان أو المريض من هذا المرض. وكما قلنا العناية بالجروح وتناول الأدوية لتخفيف الأعراض والرعاية الداعمة والعلاج الفوري بالإميونوغلوبولين المضاد للتيتانوس ورعاية الجرح بوسائل قوية وأدوية لمكافحة تشنج العضلات والمضادات الحيوية واللقاحات. اللقاح: يجب اللجوء إلى اللقاح في الحالات التالية، وهو من أجل الوقاية من الإصابة بالعدوى بعد دخول مسمار في القدم مثلا، فهنا يجب اللجوء مباشرة إلى اللقاح. أيضا عند إعطاء الحقنة المعززة للأطفال في سن 11 أو 12 عاما بعد إصابته بجرح يجب أن يأخذ اللقاح. تكرار الحصول على اللقاح المعزز كل 10 سنوات. يتم إعطاء اللقاح التوكسويد المركب في 5 جرعات بالحقن في أعمار 2 و4 و6 أشهر ومن 12 إلى 18 شهر، وفي عمر 4 إلى 6 أعوام يتبعها كما قلنا الجرعة المعززة من الدي بي تي بعد 10 سنوات، والتي تحتوي على نفس المقدار من اللقاح. يحقن كان التطعيم للأطفال بالعضل في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية وذلك في الفخذ، أما للبالغين فيتم أخذ الجرعة في عضلة الذراع التي تعرف بالعضلة الدالية الدلتويد موسل. الوقاية بريفينشن: يمكن الوقاية من التيتانوس بأخذ اللقاح للوقاية للجميع بغض النظر عن العمر. السيطرة على الجرح بالضغط على منطقة النزيف مباشرة لإيقاف النزيف وتنظيف الجرح بعد توقف النزيف، شطف الجرح بمحلول ملحي أو مياه معبأة أو مياه نظيفة جارية، استخدام المضادات الحيوية ووضع طبقة رقيقة من كريم أو مرهم مضاد حيوي لتثبيط نمو البكتيريا والعدوى، تقليل الأصوات أو الإضاءة أو غيرهما من المحفزات التي تزيد من عملية التشنج،
تغطية الجرح حتى تحافظ الضمادات على نظافة الجرح وتقليل البكتيريا الضارة. تغيير الضمادة واستبدالها يوميا على الأقل. في حالة الجروح الملوثة أو الأكثر خطورة يلزم تلقي جرعة معززة من اللقاح، ويمكن تلقيح الحوامل قبل أسبوعين على الأقل من الولادة. الممارسات الطبية الجيدة للوقاية من مرض التيتانوس. ودمتم سالمين، ونلقاكم إن شاء الله في فيديو قادم جديد بإذن الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.